يا علي محسن وصادق وهاشم يا حمد يا أهل تلك العجينة قد لحمتوا أمام العوالم بالخدع والغدر لحمة سمينة من رؤوس القبيلة والمكارم والأيادي المخلصة والأمينة من ربا سنحان حتى التهايم والمعافر والقلاع الحصينة والقضاء مثل السلف حكم جازم من تقض في ريف أو في مدينة. المستمع الكريم، هذه القصيدة بعنوان القضاء بالسلف بقلم الزعيم الوحدوية المناضل علي عبد الله صالح عفاش رئيس المؤتمر الشعبي العام في الجمهورية اليمنية. تم التسجيل برعاية الشيخ المناضل حمود غالب العنسي حيث وقد أجاب على هذه القصيدة. تسمعوا البدع ثم الجواب. يقوم بالأداء الشاعر فايز أبو شمس الكليبي وشارك بعزف العود أبو خليل عبد الفرحان المعافى وبالإيقاع زبيد عبد الفرحان. تسجيلات الفايز أبو شمس دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة. صادق وهاشم يا حامد يا أهل تلك العجينة يا علي محسن وصادق وهاشم يا حامد يا أهل تلك العجينة قد تلحمتوا أمام العوالم بالخدع والغدر لحمة سمينة. يوم تاجرتوا بسوق المغانم
بالمبادئ والعهود الثمينة ما حسبت فعل جاير وآثم تحت تأثير الشرور الدفينة من يعيش كالقط تحت الولايم صار بين الأهل نبته لعينة والكفن من خساته والعفينة مرحبا ما شل مزن الغمايم بالزعيم الفذ تسلم يمينة قاد شعبه طول عمره مسالم بالأمن والأمن قاد السفينة بو حمد في حبه الشعب هايم رمزنا الله يطول سنينه الجواب من الشيخ حمود غالب العنسي من أهالي بيت العنسي قبيلة السنحان جوابا على قصيدة الزعيم المناضل الوحدوي علي عبد الله صالح أبو حمد رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية اليمنية سابقا الركن المناضل محمد بن عبد الله الجوزي مرحبا ناشن مزن الغمايم بالزعيم الفذ تسلم يمينه مرحبا ناشن مزن الغمايم بالزعيم الفذ تسلم جبينه قد شعبه طول عمره مسالم بالأمان والأمن قاد السفينة محمد في حبها الشعب هايم رمزنا الله يطول سنينا الشعب شد العزايم أنت نبرس العقول الزكينة للوطن حققت أغلى المعالم وحدته والمنجزات الضمينة شعبك العملاق جنبك مداوم والوفا والعهد بينك وبينه والتماسك والأخا والتلاحم زادنا عزة وقوة متينة وانتصر شعب اليمن نصر حاسم ضد من لعبوا بنهجه ودينه وانتهى الفيروس ذي كان جاثم في وريد الشعب وحتى اللطينة رغم تجار الدماء والجماجم ذي تولوا مالنا والخزينة كل من عداك قد صار نادم في غيوم العاصمة
ذاك قد صار نادم في غيوم العاصفة والزنينة بعد ما حمت عليه الحوايم صار في المنفى يعاني أنينة قد دعات الشر وأهل الجرايم في دهالي زنة كد والغبينة بعد ما قاموا بقتل العوادم غدروا والبعض منهم رهينة صياد اللعينة ليس بايعصمهم اليوم عاصم ظلم الإرهاب فيهم بعينه نال ولا أشرار شر والخواتم خاتمتهم والتوالي مشينة معركة جساس وزير سالم انتهت بالنصر وقته وحينه وانت رمز النصر والكل فاهم من نوال الخير ربي يعينه ابن غالب قال حبيت ساهم في جوابي للحروف الفضينة ختمها صليت واجب ولازم للنبي مولى الصفات الحسينة